العاصمة الموريتانية نواكشوط تشهد اعتصامات طلابية متكررة منذ بدء العام الدراسي مطلع الشهر الحالي. الاحتجاجات تأتي على خلفية جدل واسع أثاره قرار حكومي يقضي بمنع تسجيل الطلاب ممن تجاوزوا سن 25 في الجامعة. وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم اعتبر أن القرار يهدف لتنفيذ برنامج إصلاح في ظل ما أسماه بالإقبال الكبير على مؤسسة التعليم العالي التي لا تستطيع استيعاب كافة الطلاب. إصرار الحكومة على عدم الرجوع عن قرارها قابله استمرار بالوقفات الاحتجاجية، إحداها كان أمام وزارة التعليم العالي حيث قامت الشرطة بقمع الطلاب المتظاهرين، وتم نشر فيديو يوثق ضرب أحد الطلاب المحتجين على قرار منع تسجيل، الأمر الذي أثر غضبا واسعا في صفوف المحتجين. وبالرغم من منعهم من التسجيل يصر الطلاب المتضررون على أن القرار قرار الحكومة لا يستند إلى نص دستوري أو قانوني. قرار أعرج، قرار جائر، قرار ظالم، قرار تعسفي، يقصد بأي حق، بأي حق لا هون أي قانون من الوثائق الدولية ولا القانون الدولي يمنع طالب أي طالب الولوج التعليم العالي، وبالتالي نحن مطالبين بحقنا في التعليم التالي، مطالبين بحقنا في تسجيلنا، وطالبين انقلاع هذا القرار انقلاع نهائيا. هذا القرار قرار مرفوض، قرار شائر، بأي حق طلاب عن زاد على 25 سنة يمنع من التسجيل. قال بعد لا نقولوا لا الله شقال ما يردوا، ولا السجون ما ترد لنا. لأن حتى الدبابات والطيارات إذا جاءوا ما تردنا، لأن حق مشروع لنا بالنسبة لنا مسألة حياة، ندير حياتنا من أجل استرداد الحق اللي هو. البرلماني القطب ولد أمات وهو نائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وقف وسط الطلاب المتظاهرين وأعلن تأييده لهم. الطلاب عنا معاهم الى النهايه، عنا معاهم الى النهايه، ان كان صمود في الساحات معاهم، ان كان في السجن معاهم، وان كان في الضرب معاهم. الله اكبر. التغريدات جاءت كالاتي: محمد او العيد محمد يقول نحتاج في الايام القادمه الى هبه وطنيه واسعه وشامله ضد قرار الوزير حمايه لقوانين الجمهوريه ووقوفا في وجه التعسف الذي هو وسيله كل ظالم لتكريس نهج الطغيان. فاطمه نجيان تقول من الغريب ان يغيب طرح مواجهه الاكتظاظ في الجامعه بحد سن الولوج اليها ايام حريه الترشح للبكالوريا وفتح التعليم الجامعي امام كل الاعمار. فاطمه خاطري لا لتعذيب الطلاب ولا لإهانتهم، إن كانت لدينا مشكلة استيعاب يجب أن نبحث عن حلول لها، لكن نحترم كرامة الطلاب.